يقول بعض الناس أن القات له فوائد، ويقولون إنه يخفف مرض السكر عندهم، فهل هذا صحيح؟ الله جل وعلا قال في الخمر: قل فيهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما منافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فمجرد وجود نفع في الشيء لا يبيحه إذا كان ضرره أكثر من منفعته، والقاعدة أنه إذا كان الشيء ضرراً محضاً أو ضرره أكثر من نفعه أو مساوياً لنفعه إنه لا يحل. إذا كان ضرره خالصاً أو ضرره أكثر من نفعه أو ضرره مساو لنفعه إنه حرام ولا يجوز. ولا ذكر أن القات فيه فائدة، مثل الدخان كله ضرر محض ما فيه فائدة. من اللي يقول أن فيه فائدة؟ أنه ينشط الإنسان، ينشط ثم بعدين يكسله. الخمر ينشط الإنسان ويخليه يتناول السماء بيده وكل شيء عنده، ثم بعد ذلك يسقط ويصير ما كالثوب أو كالخلق. فما كل شيء يخيل للناس أن فيه نفع يكون حلالا حتى يتأكد من خلوه من المضار. نعم.